سجن من الهيثم حرر أول نظرية عن التصوير. تصور؟ التصوير تم اختراعه في مصر. من المعروف لنا ان اول صوره ناجحه تم انتاجها في القرن 19 على يد المخترع نيسيفور نيبس، واللي سلم ابحاثه من بعده للفنان لويس داجير عشان يخترع واحده من اول الكاميرات اللي تم تداولها، وهي الداجير تايب. لكن النظريه اللي تم على اساسها اختراع التصوير اقدم من كده بكتير، وصاحبها هو عالم البصريات عراقي الاصل الحسن بن الهيثم، واللي كان لنظرياته دور كبير في تطوير علوم كتير زي الرياضيات، الفيزياء، علم الفلك وطب العيون. اما عن قصه التصوير مع الحسن بن الهيثم فبترجع للفتره اللي قضاها في مصر في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. بسبب الخلافات بين الحسن بن الهيثم والحاكم بأمر الله، أصدر الحاكم أمر بسجن بن الهيثم، ولأن المشاكل ما بينهم كانت كبيرة قرر الحاكم أنه يعاقب ابن الهيثم بسجنه في أوضة معتمة تماما بدون أي مصدر إضاءة. وبناء على قراره سجنوه الحراس في زنزانة بدون أي منفذ يدخل منه النور إلا فتحة مفتاح الزنزانة. لاحظ ابن الهيثم في أول يوم ليه في زنزانته أن الباب لما بيتقفل عليه بيقدر يشوف صورة معكوسة لكل حاجة بتحصل بره على الحيطة المقابلة للباب، وكأنها شاشة عرض. وبتتبعه الصورة قدر يحدد ان مصدرها هو الضوء اللي بيتسرب له من فتحة مفتاح الزنزانة. وبسبب عبقرية ابن الهيثم وحبه لعلوم البصريات قرر انه يستغل فترة سجنه علشان يحاول اكتشافه لنظرية علمية. عشان كده كان كل يوم بيراقب الضوء وهو بيشكل صورة معكوسة للي بيحصل بره على حائط زنزانته، واللي كانت بتختفي لو قفل فتحة المفتاح بايده او لما بيفتح الحراس باب الزنزانة. فاتت الايام وخرج ابن الهيثم من سجنه، وخرجت معاه اول نظرية اتبنت عليها آلية عمل الكاميرا، واللي بتقول عند مرور الضوء من ثقب ضيق وسقوطه على حائط مقابل لهذا الثقب في مكان مظلم فإنه يكون صورة مقلوبة. ابن الهيثم سمى نظريته القمرة، والكلمة دي معناها الغرفة المظلمة ذات الثقب الواحد، واللي بعد سنين كتير اشتق منها الناس كلمة كاميرا. سجن ابن الهيثم حرر أول نظرية عن التصوير، واللي بسببها بدأت سلسلة ملهاش نهاية من الاختراعات. تابعنا عشان تعرف قصصها كلها.